حكيت بلقطة سابقة على موقع قلعة دمشق، موقع قلعة دمشق اللي هو حكيت عليه، اللي هو صاير بالزاوية الشمالية الغربية من مدينة دمشق القديمة، وهلأ لا يزال جدار القلعة هو نفسه جدار المدينة القديمة. طبعا لما حكيت على اللقطة تبع القلعة، كانت هي عبارة عن إيجاز أو بشكل موجز وبعض أحداث مرت فيها، لكن إنه إذا ما ندخل نحن مثل ما حكينا بالتفصيل الممل، شغلة طويلة كتير، ولسه بنحتاج للقطات بالجملة لحتى إنه نقدر نفصل التفصيل. الحقيقة كمان القلعة يعني فيها شغلات كتير حلوة كان ممكن كمان نحكي عليها، يعني أصدقائي قالوا لي لا خليك أنت، تخلي أنت اللقطات شوي موجزة أحسن لحتى ما تخلي العالم اللي يخلقها. طبعا يعني في عالم كتير ما بدي يخلقها، بيتابعوا الثقافة، وبالتالي بقى لي أنا قلت معلش بنخليها نحن مجزأة بيكون أحسن. المهم لنرجع بحديثنا على قلعة دمشق أو منطقة قلعة دمشق، اللي اكتشفوا فيها فخاريات وفي شغلات حلوة كتير من الألف الأول قبل الميلاد، يعني خلينا نقول كان عمر المنطقة اللي اكتشفوا فيها شغلات هي تحوز لحوالي تقريبا 3000 سنة من الآن. الحقيقة هي كمان بنرجع بنكمل إنه القلعة كان فيها مثل قلعة حلب، بس قلعة حلب هي مرتفعة على سطح الأرض المجاورة، بينما قلعة دمشق على مستوى الأرض مباشرة. بنشوفها هي مثل حكايتها مثل قلعة بصرة كمان على نفس المبدأ. نكمل حديثنا على قلعة دمشق بالذات، بنقول إنه فيها حسب مر العهود ومر كمان القرون عليها وشو كيف طريقة استعمالها واستخدامها كمان بنفس الوقت، منشوف نحن انه في ناس كمان سكنوا فيها، ولدوا فيها، عاشوا فيها، ماتوا فيها، في شيء بيناتهم تم موجود اثبت وجودهم بالقلعه. طبعا هو كل حاكم بيحاول هو انه يحط بصمته ببناء شيء معين، وخاصه بصرح معين او بشيء ديني او ثقافي، بيحاول دائما يغير شيء او يحسن شيء او يرمم شيء، وبالتالي يحط بصمته فيها. بنشوف نحن انه مثل الاشخاص هذول كانوا هن موجودين بالقلعه، مثل ما قلت في شيء بيناتهم ماتوا بالقلعه، ومن ثم لاحقا نقلت رفاتهم الى مواقع ثانيه، ممكن تكون بمدينه دمشق القديمه نفسها او خارج المدينه. خلينا نقول نحن الدلائل اللي موجوده هلا اللي راح نحكي عليها. الحقيقه كمان برجع بقول انه كان في قواد وملوك، سلاطين، باشوات، أعلام دولة، كتاب، وزراء، أدباء، كانوا هذول عاشوا وسجنوا وقتلوا أو ماتوا بالقلعة مثل ما حكيت أنا فيها تماما. يعني هون مبدأ هلأ شو بدي أنا أحكي اللقطة هي اللي على السريع، كمان ما رح تاخد كتير كتير لأشياء ثانية. رح عد أنا بعض الأشخاص اللي هن أسمائهم موجودة، وهي اللي ذكروا بحوليات أثرية وأنا نقلت منهم مع بعض المراجع الثانية كمان هلا بحكي عليهم. منبلش فيهم في شمس الملوك أو الفتح إسماعيل ابن تغطين، تقريبا بالعام 1131 الميلادي، يعني تقريبا حوالي من هلا نسمي يعني تقريبا حوالي 850-900 سنة. شهاب الدين أو القاسم محمود ابن تغطين بالعام 1134، يعني بعد منه أربع سنوات. كان السلطان العادل، كانوا يعني طبعا لهم تسميات كثيرة، السلطان الظاهر كذا كذا، أسماء كثيرة. بعد هون السلطان العادل هو سمى حاله أو هو اختار الاسم، الله أعلم. نور الدين محمود ابن زنكي بالعام 1173. السلطان الملك الناصر أبو مظفر صلاح الدين يوسف ابن أيوب بالعام 1193 الميلادي. طبعا هذا كمان معروف الشيء هذا، أنه صلاح الدين مثل ما قال صلاح الدين هو لقب وليس اسم، اسمه كان يوسف. المهم لنكمل كمان الحديث عن السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر محمد ابن أيوب، شقيقه لصلاح الدين، إجا بعد منه مباشرة بالعام 1218 وتوفى بالعام 1218. كمان كان هون، كان موجود هون، كانت مات هو بالقلعه،
وبعدين بعدين نقلوا كمان لمحل تاني، طبعا له مدرسة خاصة فيه كمان، هلا كمان بنحكي عليها شوي تاني، وبنحط صورة عنها، ما بنحكي عليها، بنحط صورة عنها بيكون أفضل. السلطان الملك الناصر فرج ابن الملك الظاهر برقوق بالعام 1412 الميلادي. الثاني كمان أو يليه الملك المعظم شرف الدين عيسى ابن الملك العادل سيف الدين محمد ابن أيوب بالعام 1226. الملك الأشرف أبو الفتح مظفر الدين موسى ابن الملك العادل سيف الدين محمد ابن أيوب بالعام 1239. طبعا هون شوف شلون الصراع بين العائلة الأيوبية، بعدين صار يعني كانت على أساس شورى، ومن ثم بعدين تحولت إلى مملكة، ومن ثم سلطنة، ومن ثم صار كل واحد يورث أولاده أولاد أولاده. هي موجودة من قديم الزمان ولغاية هلأ، نحن بنشوف أنه عالم كثير عم تلجأ لنفس الأسلوب هذا تماما. يلي بعد منه ويلي تليه بقصد هو الملك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد ابن الملك العادل سيف الدين محمد. يلا أهلا وسهلا أخوان، ابن أيوب بالعام 1237 الميلادي. اللي يليه هو الملك المغيث عمر ابن الملك الصالح أيوب بالعام 1244 ميلادي. لاحظتون العائلة الأيوبية شلون احتكرت الحكم هذاك الوقت خلال الفترة هي، أنا بقصد خلال الفترة هي يعني القرن 11-12 يعني بهالشكل هذا و13 الميلادي. طبعا هون بتصير منقول كمان يليه الملك العادل كمال الدين أبو بكر ابن الملك الكامل ابن أيوب بالعام 1248، يعني بعد 4 سنوات تقريبا من وفاة الأخير. في عنا بعده يليه الظاهر ببرس البندقداري بالعام 1277 الميلادي، كمان له مدرسة خاصة فيها، خاصة كمان موجودة كمان. هلأ أنا محط صورة كمان عن المدرسة ومحل هو نقلوه كمان من القلعة للمدرسة. الأمير عز الدين أيدمر ابن عبد الله الحلبي الصالحي بالعام 1268، هذا أنا آسف ما عندي صور الولد أنه أقدر أضيفها. الأمير بيدمر الخوارزمي بالعام 1381 الميلادي. الأمير سيف الدين تنبك أو تنبك الحسني الظاهري بالعام 1399 الميلادي. كمان الأمير أقباي الدوادار المؤيدي بالعام 1415 الميلادي. عندنا الأمير سيف الدين جقمق بالعام 1421، كمان رح حط صورة أنا المدرسة يلي تنسب له هنيك دفن هو وأمه مدينة دمشق. في الأمير تنبك أو تنبك ميق العلائي بالعام 1422، الله عم ياخد أمانته، واحد 21 واحد تاني 22 1422. الأمير تنبك أو تنبك البجاسي بالعام 1423. الأمير إينال الجكمي بالعام 1438. طبعا المعلومات اللي أنا هلأ أخذتها من مراجع عديدة، يلي منها هو الحولية الأثرية رقم 35 تحت عنوان أعلام دمشق طبقة الملوك والسلاطين والأمراء المماليك. في الحولية الأثرية رقم كمان 35 فيه كمان أعلام دمشق بس طبقة السلاطين والملوك الأيوبيين، كمان نفس الحولية كمان بال 35. أخذت كمان من الحولية الأثرية رقم 45 طبعا للمرحوم عدنان البني تحت اسم قلعة دمشق بالحولية الأثرية رقم 4 و5. أخذت كمان معلومات عن هزار عمران، كان له كمان
كتبت بالحولية الأثرية رقم 44 عبارة عن قلعة دمشق في نهاية القرن الحادي عشر. أخذت كمان من عبد القادر الريحاوي من منشورات القوات المسلحة بدمشق بالعام 1979. نشرت كمان أنا بكتابي سوريا عبر العصور اسم عدنان الحموي طبعا بالصفحة 91 موجز كمان عن القلعة. كمان طبعا مو بس هذول، يعني في ناس كثيرين أنا ذكرت أسماءهم الموجودين، لكن كمان في أسماء ثانية كمان عديدة، مثلا بالفترة الفرنسية كان المجاهدين يحضون بقلعة دمشق، مثل ما في البعض يفرج عنه في شيء كذا، يعني مثلا مثل عبد الرحمن الشهبندر الدكتور، مثلا في غيره وغيراته كان ناس كثيرين، بس هذا اللي عم بحكي عليه انا بس هو عباره عن موجز عن الناس اللي كانوا موجودين، يعني اهم شيء كانوا هذيك الفتره هي المعينه اللي عم بحكي عليها. هلا رح احط، برجع بقول رح احط انا اول شيء صور على موقع القلعه نفسها ضمن مدينة دمشق القديمة، ومن ثم بعدين القلعة هي مخططها كمان صور عنها ما في مانع، بعدين بحط أنا على كل وين بيصير لي صور لحط على السلاطين يلي ماتوا بالقلعة ومن ثم نقلت رفاتهم كمان لمدينة دمشق وسولون عبارة عن مدارس أو ترب، كمان رح أحط أنا صور عليها. إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله ما تكون داخلكم من اللقطة. أتمنى، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.